أديداس وأودي وفولكسفاجن شركات مساهمة في نادي بايرن ميونخ. فضلت اليوم الصمت إزاء قضية هونيس، وهو الموقف نفسه الذي تتخذه شركة تيليكوم، وعلى عكس ذلك ارتفعت أصوات السياسيين. سيكون من غير المعقول لأي من ممولي النادي، سواء تعلق الأمر بأديداس أو أليانس، القبول بتولي شخص اعترف منذ عدة أشهر بالتهرب من دفع ضرائب تقدر قيمتها بالملايين، توليه منصبا في مجلس الرقابة بالنادي. السيد هاينر رئيس شركة أديداس، الذي يشرف منذ اليوم على مجلس الرقابة بالنادي وكذلك المسؤولون التنفيذيون في الشركات الأخرى، لا يهمهم حاليا سوى الحد من تبعات قضية هونيس على سمعتهم، ويرى خبراء الاقتصاد أنه كان عليهم إبعاده من مجلس الرقابة منذ فترة، لكنهم فضلوا الحفاظ على مصالحهم المالية. تملك شركة أديداس للملابس الرياضية أسهما في النادي منذ عام 2002، وفي عام 2009 توسعت دائرة المساهمين لتشمل شركة أودي لصناعة السيارات، وقبل وقت قصير ضخت شركة التأمينات أليانس 110 مليون يورو مقابل حصولها على 8% من أسهم النادي البافاري. ويرى المراقبون أن مدراء الشركات الممولة لبايرن ميونخ ما كانوا ليتسامحوا مع أي متهرب من الضرائب من أمثال هونيس في مؤسساتهم.